جيت اليوم في المانيفيستاسيون سيلونسيوز، يعني الوقفه التشجيعيه الصامته، باش ماشي صامته كيف ما كتخيلوا، هي صامته لان كنعبروا فيها على شي حاجه اللي كاينه في الواقع اللي كتشوفوها نتوما كيف ما كنشوفوها هنا. دونك علاش كنبقاو نكذبوا على ريوتنا وكنقولوا هذا الشيء كاين، بغينا نعاونوا وما كنشوفوش شي حاجه فريمون كتشوف في الواقع؟ علاش كنشوفوا هذا الشيء من بعيد؟ علاش كنشوفوا بنت ولا دري في لي ريزو سوسيو كيلايكي التصويره ديال واحد القطه ولا واحد الكلب كيجيهم كيوت وكذا، ولكن كنشوفوا هذا الشيء في الواقع؟ يشوفوا كلب ولا قطه في الواقع ما يعطيوش ما يديروش واحد المساعده، بالعكس كيحاولوا يهربوا داك الكائن، كيحاولوا ينفوا، كيحاولوا يمرضوا. كندوي على الاغلبيه ديال هاد الناس بطبيعه الحال، لان كاين ايجابيه وكاين سلبيه بطبيعه الحال، ولكن السلبيات عندنا في المغرب تجاه الحيوان كبر بزاف من الايجابيات، وخاصنا نوضعوا حد الطرق ديالنا السلميه للحفاظ على الحمايه ديال الحيوان. يعني الا ما دويناش عليهم حنا شكون غادي يدوي عليهم؟ حنا مواطنين، حنا راه شايفين هادشي، حنا راه مجربين هادشي، داكشي علاش حنا جينا باش نهضروا الصفه ديالهم. الحيوانات ما كيدويوش، ما كيتكلموش، شكون غادي يتكلم؟ الانسان ناطق، الحيوانات ما كينطقوش. طبيعه الحال حنا حاسين بهم، لان علاش حاسين بهم؟ لان انا كانسان اللي كضرني شي حاجه ما نبغيش شي انسان اخر ولا كائن اخر ضرو كيف ما الكائنات بطبيعه الحال. حنا من ساكنه الدار البيضاء كان من الناس المدافعين على الحيوانات، مني كنهضروا على الدفاع، يعني انه كاينين حقوق اللي ديال الحيوان اللي ما كايناش عندنا في البلد ديالنا، اللي هو المفروض انه بلد مسلم ولكن بلد اسلامي، ولكن هاد الحيوانات كيتعرضوا للاباده، كيتعرضوا للوحشيه، كيتعرضوا، ما عندهمش قانون اللي تيحميهم. يعني ممكن ان مواطن عادي يشد واحد القطه او كلب يتعدى عليه يضربه ويقتله، ولكن ما كيتابعش قانونيا، كاينين شروط باش هذاك الشخص، الا سميناه شخص او انسان، انه يتابع قضائيا، وكاينين عراقيل على هاد الامور هذه، من غير عاوتاني السلطات اللي تا هما كينهجوا واحد السياسه اللي هي لا دينيه لا اخلاقيه، بحيث كيجمعوا هذوك الكلاب من الشارع وكيوضعوهم بعدا كيجمعوهم بطريقه همجيه وكيوضعوهم في محاجز، هذاك المحجز اللي منافي تماما للمعايير الانسانيه. كتلقى محجز فيه العدد كبير ديال الحيوانات، وكيتعرضوا للقتل من بعدها بوسائل اللي هي خايبه بزاف، كيتعرضوا للقتل بالقرطاس او لا بالسم او لا، هذا الشيء كله. وكاينين وسائل كثيره اللي يمكن ما نقدرش انايا يعني نقولهم كاملين. هذا الشيء كله حنا كنطالبوا بانه يتبدل. الحيوانات هي كتعايش، هي حيوانات اليفه كتعايش، قادرين اننا نتعايشوا معها. ما كنطالبوا الا بوضع قانون او تشريع قانون لحمايه الحيوان اولا، وكنطالبوا ثانيا بتفعيل الاتفاقية اللي كانت وقعت في 2019، مرت عليها 5 سنوات ومازال ما تفعلتش. هذه الاتفاقية كتنص على أن الحيوان يتم التعقيم ديالو والتلقيح ديالو ثم إعادته إلى مكانه الأصلي، إلى مكانه الأصلي، حيث هذاك الحيوان سواء كلب أو أي حيوان، كلب ولا قط، نهضروا حنا على الكلب بعدا، مني كنرجعوا لبلاصتو يعني هو تيحمينا، تيحمي هذيك الساكنة، كيحمي من، حيت هو ديجا راه معقم وملقح، ملقح من بزاف ديال الامراض، من مرض السعار، يعني هو غيحمي هذيك المنطقه ويحمي الساكنه، وما غيسمحش ان حيوان اخر يكون داخل تما، كاين حيت ممكن انه يحمل هذا المرض هذا.